مكتبة المنارة بموقعها عربكاست تقدم إدارة الغضب، أبسط الخطوات للتعامل مع الإحباط والتهديد. تأليف جيل لاندفيلد، بصوت محمد السعدني. الغضب استجابة طبيعية للأذى أو الإحباط أو الحرمان أو الخسارة أو التهديد، وقد يكون أيضا استجابة ضارة تحدث نتائج مدمرة في حالة عدم التعامل معه بفعالية. ربما ننفعل على من نحبهم، وربما نفقد أعصابنا، وربما نحول غضبنا على أنفسنا فتساورنا مشاعر الندم والذنب والمرارة أو حتى اللامبالاة. ولأن الغضب شعور نحاول أن نخفيه عن أنفسنا وكذلك عن الآخرين، فإننا في الغالب لا ندرك مدى عمق هذا الغضب. توضح لنا جيل ليندنفيلد في هذه النسخة المعدلة المطورة تماما من كتابها السهل تأثير الغضب على أجسامنا وعقولنا، استراتيجيات لمنع تراكم الإحباطات، كيف يمكن أن نتعامل بحسم مع مشاكل الغضب المكتوم والذي يتم توجيهه بشكل خاطئ، كيف نحتفظ بهدوئنا في مواجهة ثورات الغضب. ويصف كلير راينر هذا الكتاب بقوله إنه كتاب جيد وعملي ومفيد. جيل ليندفيلد واحدة من الأخصائيين البارزين في مجال تنمية الشخصية في المملكة المتحدة، ولها 9 كتب حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم. ولشهرتها كمعالجة نفسية بارزة، تتعامل ليندفيلد على نطاق واسع مع منظمات، منها المنظمات الخيرية والمنظمات المتعددة الجنسيات. ومن مؤلفات ليندفيلد الأخرى الثقة الفائقة والنجاح بعد العقبات وتحفيز الذات والثقة العاطفية وكتب وشرائط صوتية أخرى عديدة. فهم المزيد عن الغضب. الفصل الأول، رحلة الغضب من المثير إلى الاستجابة. مفهومي عن الغضب أنه استجابة عاطفية طبيعية تظهر لمساعدتنا على التكيف مع التهديد، الأذى، العنف، الإحباط. وما لم نكن أشخاصا غير عاديين أو نعيش الحياة في حماية غير عادية، فإننا نختبر هذا الشعور بدرجة أو بأخرى على فترات من حياتنا. وعموما فإن جوهر الحياة يقابلنا باستمرار بمثيرات تتطلب استجابات غاضبة منذ أن نخرج من قناة الميلاد الضيقة المؤلمة إلى أن تسلبنا الأيام صحتنا وقوتنا. وأعراض الغضب لا تظهر فقط في عواطفنا، ولكن من أجسادنا وعقولنا وسلوكنا، كما أن الطبيعة الدقيقة لاستجابة كل منا للآلام والإحباطات في وقت معين تعتمد على حقائق عديدة. المثيرات. لننظر أولا لمرحلة إثارة الاستجابة الغاضبة. هناك 3 متغيرات رئيسية تؤثر على رحلة العاطفة من المثير إلى الاستجابة. أولا، مدى التهديد أو الأذى أو العنف أو الإحباط. شكرا لكم. للاستماع للكتاب كاملا ندعوكم للاشتراك المجاني معنا في مكتبة المنارة العالمية على الموقع الإلكتروني www.arabcast.org. تطبيقنا على الهواتف الذكية مكتبة المنارة. ننتظركم.